جيتك يا واطي. رايفة شو عم تساوي هون يا باطي؟ تفضل عمي بيت بيتك. عدو تعالوا الله. شو عم بيساوي هون؟ باشا أنا جاي. لك شو عم بيساوي هون؟ باشا والله الموضوع. شو عم بيساوي في هذا الضعبي؟ لك باشا. باشا إن شاء الله ما تخلي غلط. لك شو؟ باشا الموضوع حلو. لك باشا. تعال بيش. لا تخليه له. باشا. لك باشا. شفت بعينك يا ابو نكري؟ لك شفت بعينك؟ لك شفت بعينك؟ اقوى كمان على تخفي يا كلبي. شو كان عم ساوي عندك هالسوبر؟ تعال هون ارجع ارجع ارجع. لك شو بده يكون عم يساوي بأوضتي وعلى تختي وهي برا؟ الله وكيلكم ما بعرف شلون فات على البيت ولا كيف فات على غرفتي. والله يا ابي والله بينتي على حقيقتك يا كلبة. اسمع بنتي، تاخذ بنتك وتقول لها من البيت تبعي. بعدين شفته بعينك بنتك ما عاد لها لزوم عندي بنوم، فهمت؟ وانتي كمان وين؟ انتي طالع؟ مشان الله والله ما عملت شيء والله. بعد اللي شفناه عم تكذبي كمان؟ لك منيح اللي كان ابوكي موجود وشاف بعينه شو بنته شو عم تساوي. بدي ارجع ما بدي اشوف حدا بكل هون، فهمت؟ طب والله الاخر ايه؟ مو هلا يا ابو نكري، مو هلا. ما بدي فضايح. هلا بتاخذ بنتك على الوسطى وعندك بالبيت بتصفي حسابك معك. ما بدي فضايح ولا تدري اهل الحرم، فهمت؟ ابو رجلك يا باشا، ابو رجلك يا باشا، استنى على حكي يا باشا. بعد تضرب منك الها. وانتي طبي غراضك بالبيت تبارك، بالبيت تبارك طبي غراضك طبي. يا ربي شو ليش ابو العزرة هون؟ والله انا بريئة والله. يا رب نازل على بيتي بدك تعتدي على حرمتي ولك؟ الله وكيلك مو مزبوط هالحكي يا باشا، الله وكيلك مو مزبوط. ليكو عدريس قال لي انه زكو متخبي هون بالبيت وانزل عليه من السطح مشان ما يحس علي. سأله مزبوط هالحكي ولك عدريس؟ كذاب سيدي كذاب. شفت هيطلع كذاب. الله وكيلك مالي كذاب، هو اللي عم يكذب. داخلوا على الكراكون سيدي. اسمعوا له هنن كلمتين، بتجيب لي الورقه بنسى اني انا شفتك فايت على بيتي بدك تعتدي على حرمتي، او بتروح على الكراكون وبتنم لك فيها 10 سنين حبس. بقى شو قلت؟ لا امشي بالورقة. خلص بأمرك. حلو كتير. هلا بتروح معه بتجيب الورقة. اوعك! اوعك تخليه يهرب. والله والله إذا بتفكر بالهرب، بإيدي هدول لعلق مشتاتك. لا سيدي لا، رح جيب لك الورقة، أصلا أنا مالي شغل فيها. ماشي. روح جيب الورقة معه، أنا سابقكم على البيت. حرك الدوريات، تحرك! أمرك. امشي قدامي لو عزو، امشي قدامي! عزو بتفوت بتجيب الورقة وبترجع بسرعة، واوعك تفكر تهرب. ها لا طمع ما راح اهرب، انا اصلا بدي اخلص من وجعة هالراس. بري عليك يا شاطر.
وين الورقة؟ جيبتي. هات لشوفها. لا عمي لا، أنا هي بسلمها بإيدي للباشا، أنت واحد ما بتأمل له بنوب. روح انقلع قدامي لكان، نلع يلا نبر. لا تتفيش. عبقول لك نبر قدامي، يمشي يلا وحجي لعي فاضي. يعني شو كان صار لو أبوك أخذنا معه لعند أختك مشان المونة؟ طالما صهرك جاي عقل الرحمن. إيش بنا يا مو؟ لسه ما حلى، اليوم راحت من عنا. أنا بس بدي أفهمه الباشا شو اللي قلبه هالقلبة؟ لك سبحان الذي يغير ولا يتغير. خلاص شو بدك منه يا مو؟ المهم يضل عقله براسه ويحبها لأختك. مستحيل يا مو، الواحد ما بيقدر يغير طبعه. لك يا حبيبتي دعي لهم إنه يعيشوا مع بعض. خلاص. لا يا يامو، طبعا بدي ادعي لاختي. ليش انا شو بدي غير انها تكون مرتاحه ومبسوطه؟ هذا الورقه يا شو؟ هاي الورقه. هاي هي مو هيك سيدي؟ مظبوط، هاي هي الورقة. هاي أنا وفيت بوعدي، بقيان يعني أنت توفي بوعدك. مو قبل ما تعطيني بيك الورق؟ ورقة الأرض، ورقة الطاحون. أنا قلت لك إنه الأوراق كلهم أخذهم اليوزباشي، أنا ما معي غير هاي الورقة. ماشي. شو عليك؟ ماشي. سودت وشها، الله سود وشها. لك بعدين يا ابو، والله انا مظلومه، والله ما بعرف شلون صار بوضه نومي. يا عمتي مين هذا اللي فتح غرفه نومك؟ مين عزو يا ابو عزو؟ عزو يا 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 دخيلك يا رب، دخيلك يا رب. ليش هيك عم يصير معك؟ والله يا ابي استغفر الله. لك بعدي يا ابي، 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 والله خلينا نسمع البنت وبعدين نحكم عليه. بوس ايدك. ماشي احكي لشوف. يا ابي هذا الباشا لما جاب الموني قال لي استلم حضرة الجيوز باشا، استلم الخاين. هيك لكان يا باشا عملتها فيه. هذا الواطي بغيابي نزل على بيتي وفات على اوضة نومي وكان بده يعتدي على حرمتي، وهي عتريس شاهد. مزبوط سيدي، هذا عزه واحد وسخ. لا مو مزبوط سيدي، مو مزبوط. هلا بالكراكون بنعرف اذا كان مزبوط ولا مو مزبوط، فاهم؟ احترامي سيدي. ولك حاني في على الكراكون فورا. تفضل سيدي. شو علي يا باشا؟ ايام بيناتنا. العسكري تعا اسحطه، اسحطه. وهاد كل اللي صار يا ابي، وهاتوا المصحف الشريف لحتى احلف لكم عليه. يعني عزه بس فات لعندك على الغرفه ما كان بيعرف انه انت فيها؟ ما بعرف، بس هو لما فات كان ماسك بايده شبريته وكان عم بيقول نهايتك قربت، بس لما شافني دبك كثير وفورا برم وجهه. سمعت يا ابي؟ سمعت؟ لك قلت لك هذا الباشا لما انقلب هالقلبه مو لله، اكيد هو وراي اللي صار. بس لك بنتي ما بعمل هالعمله الا كل واحد قليل شرف وقليل اصل. ما بعرف يا ابي، بس انا متاكده انه اختي ما عم تكذب. تقدري قلبي اموخ يا ابني. الله لا يوفق كل صوت اليوم. سيدي والباشا ساوى هذا الشيء بالاتفاق مع عتريس، كله مشان يصل للورقه. وانت عطيته الورقه للباشا؟ ليش انا بيطلع بايدي ما اعطيها؟ هو بعد ما اخذ الورقه وتاكد انه هي شقه مشان حضرتكم تقضوا علي. وشو فيها هي الورقه لحتى مهتم فيها الباشا كل هالشيء؟ الورقة هي حجة بيع مزورة تمت بين الباشا والمختار. شلون؟ حجة بيع مزورة؟ ايه نعم، وبموجب هاي الورقة صارت الأرض لإلو على أساس اشتراها من مرحوم أبو زهدي. العمى، يعني الباشا تضحك علي ولهف أرض أبي؟ ايه سيدنا لهفة،
لهفة بالنصب والتزوير. سامع عمي؟ سامع بيتنا؟ سمعت عمي فكري، سمعت. بس شو استفدنا إذا الورقة راحت وما في شي دين الباشا؟ بس أنا عندي شي دينه ويوصله للحبس كمان. شو هو؟ عندي ورقتين كتير بهمك أمرو حضرة الشاويش. يلي هن حجة بيع مزورة باع فيها الباشا المختار البيت اللي ساكنه، وكان حاضر على هالقصة وشاهد أبو فارس. يعني بيت المختار مو إله؟ لا سيدي مو إله، كمان المرحوم أبو زهدي، وورقة ملكية البيت الأصلية موجودة. الله أكبر. وين هاي الورقة؟ عندي سيدي عندي. عندك؟ إيه. يا سلام، وهي خلص من الورقة ومن حسه ومن رئيفة كمان، وما بقى في شي يعكرني أبدا. بس في قدامي المختار بسيطة، رح أدبر له طريقة قلقه من المخترة وخلص منه هو التاني. لكان وإلا لأم عزو سلمين الأمانة اللي ترك عزو عندي بعلامة الوراق ملفوفين بشريطة حمراء وهي بتعطيك إياه. تعرف لك عزو إيش كان موضوع الوراق صحيح؟ بتكون خدمت بخدمة العمر. بيكون خدم حاله، لأنه هذا الشيء ممكن يطالع براءة. سيدي هلأ بتشوفوا بعينكم، بعينكم بتشوفوا. حضرة الشاويش بتروح فوراً لبيت أم عزو بتجيب الوراق. حاضر سيدي، هوا على إذنك. عود عزو عود. Thank you.